السؤال السابع: كن مؤثر وأصل قيمة الرقابة الذاتية لتعالج سلوك بائع يدلس على المشتري بدهن السيارة المعروضة للبيع بدهان جديد ليوهمه بأن الدهان من مصنعها، وذلك من خلال قصة سيدنا عمر رضي الله عنه حين سمع امرأة تقول لابنتها: أخلط اللبن بالماء. فقالت البنت: ألم تسمعي كلام أمير المؤمنين أنه نهى أن يخلط اللبن بالماء؟ فقالت الأم لها: إن عمر لا يرانا. فردت البنت: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. ألف: البنت هي أم الخليفة عمر بن عبد العزيز. باء: البنت هي جدة الخليفة عمر بن عبد العزيز. جيم: البنت هي أخت الخليفة عمر بن عبد العزيز. للمشاركة زوروا موقعنا على الفيسبوك.